يا أستاذ عبد الله، إيه أكثر الأعمال اللي أنت شاركت فيها بتحبها؟ كل أعمال صبحي الأستاذ صبحي حلو محمد صبحي كلها أستاذ صبحي كل حاجات صبحي حلوة عبد الله هو اللي مين؟ محمد صبحي طب عايز أسألك سؤال، ما كنتش بتتلخبط وأنت بتعمل اللكنة دي بتاعت عبد الله؟ لا ما بتلخبطش خالص ايوه بس يعني هي ايوه يا ونيس مش عارف ايه لا استاذ ايوه يا ونيس انت فين؟ ما كنتش بتقول البه لهم خدمته كمان جميل جدا والله ده انتوا حاجه انت كنت معانا يا عبد حديدي عبد الله ازيك يا ميسر؟ شفت مش وقت سلامات انت دخلت هنا ازاي؟ اصل لقيت الباب مفتوح قلت ايه محدش رد قلت دستور محدش رد دخلت اعمل كوبايه شاي على ما تيجوا ازيك يا ابن خالتي يا حديدي؟ ده انت وقعت قلبي في ركبي وانا اللي كنت حاولت من الخضه هتقولي لي انت حانل؟ حانل هيلخبط لي كل الحروف اهو والله زمان يا عبد الله وحشني ده انت كنت هتاكل حته علقه الحمد لله الحمد لله ما تيجي نقعد في الصالون يا ريت يا ريت يا ريت يا عيني روح انا هعمل لك مفاجاه ولو انها خساره فيك زي ده يا استاذ امل ايه اكتر الاعمال اللي شاركت فيها وبتحبيها اللي انا بحبهم كلهم كلهم يعني ما ندمتش على حاجه اشتغلتها مع حد وما عادتش حد عارفه كنت ام محمد هنيدي بخيل وقال وبعمل له المفتقه عشان يدخل شويه خلينا نسمع المشهد ده بسم الله الحفيظيه ودي اللي انت عامله ده عامل لي زرع الصبح انت ما صدقت ابوك نزل عشان تقعد انت تقلب دماغي عايزه ترتاحي من وجع الدماغ اديني 2 جنيه يا سلام ما فيش يا اخويا غير نص جنيه زي كل يوم ابوك سايبه لا بس النهارده مش زي اي يوم بقى اشمعنى بقى النهارده في ايه زياده عن كل يوم في اللي فيها يا ماما انا عايز 2 جنيه والسلام ولا كتير عليا انزل جيب 2 جنيه خد يا ولد ادي النص جنيه ما فيش فايده البنت مش راضيه تبطل عياط حسو كان طلبها للجواز قبل ما يشوف فريد اخوها هو لو بيحبها مش هيستغنى عنها مؤاخذة حسو كان فاكرها بنت حضرتك يا ست حورية اسمه ايه؟ اسمه محمود وابوه سفير كبير قوي وانا قلت لها يا بنتي بلاش تبصي لفوق يا ربي يا اخرة العذاب ده حليل يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا حبيبي جيت ازاي؟ وامتى؟ انا اللي وصلت يا سيدي سعاد ده مستر محمود متشكرين قوي يا استاذ محمود لا شكرا لحاجه يا سيدي سعاد ده واجب يعني احنا عملنا حاجه ما تتحمش يا حبيبي يا بلايا وزي اخواتك وزي ابوك مالك يا بنايا ما بتتكلمش ليه انا تعبت قوي هناك يا ماما يا حبيب قلب امك تعال بحبتي تعال شكرا ما فكرتيش في السؤال وتقولي ايه اكتر عمل قريب لقلبك كان نفسي اشتغل مع عبد الحليم حافظ اشمعنى اول حب ابنك قاعد خد بالك ده هو عارف كلنا كنا بنحب عبد الحليم الله لا 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 معلش مش اي قلب لا لا ده انا لحد دلوقتي طب ما خطبتهوش ليه ما اقدرش شفتي عبد الحليم في الحقيقه ولا لا رفضت طلبني اعمل اخته في ابي فوق الشجره فاعتذرت ليه؟ مش انت بتحبيه؟ ولو ما انا بحبه بس لو سلم عليا سلمي عليا وقرص كده على ايدي خلاص هفتح ده واطيره يعني انت خفتي تمثلي في الفيلم من كتر ما انت بتحبيه؟ جدا ده بقول لحضرتك هقول لك على حاجه وصدقيني عبد الحليم كان بيجي له نوبات وبيسافر فيها كويس طول ما هو مسافر انا راقده يا خبر انا راقده في سرير امي بكت وقالت للناس كلها شوفوا لي حل
انا بنتي بتموت من ايديا وانا مش عارفه اعمل لها حاجه. هيجي امتى عبد الحليم حافظ؟ اروح ابوس رجله بس عشان يجي يشوف ايه بنتي؟ يقول لها قومي من السرير.